تعرضت الفنانة إليسا لانتقادات واسعة على السوشيال ميديا بعد ما انتشر فيديو قصير للفنانة إليسا خلال دخولها أحد الفنادق بدبي ومعها حراسها الشخصيين وبتصرف غريب تعدى أحد حراسها على واحد من معجبيها حاول إنه يلتقط صورة معها لكن إليسا ما كان إلها أي ردة فعل وأكملت طريقها. خلينا نشوف كيف كان الموقف وهل فعلا إليسا ما انتبهت أو تجاهلت الأمر.